الله بدنا نكفر قناع الشيطان امامكم يا متابعينا لنقضي عليه. في اصوات غريبه كثير عم تطلع يا متابعينا، حدا سمعان منكم شيء؟ يا الله قصي، هذا الصندوق من وين جبته انت؟ عدي، هذا الصندوق جبته من الانترنت المظلم. يا الله يا متابعيني، جاهزين لحتى اقدر وافرجيكم الصندوق اللي وصلنا من الانترنت المظلم؟ هلا هو مع اخي قصي وشكله كثير غريب ومرعب. هلا بدي اعرضه امامكم، كلكم سموا بسم الله في التعليقات وحطوا لايك للفيديو. جاهزين؟ شكله كثير مرعب. بعرف، يلا يا قصي، 1 2 3. اوه، شو هاي اشاره الاستفهام؟ عجب، شو موجود داخله يا قصي برأيك؟ ما بعرف، هذا الشيء كتير غامض ما حدا بيعرفه. طيب مو مهم، هلأ يا متابعينا أمامكن، تعال يا قصي، بدنا نروح أنا وقصي بدنا نفتح هذا الصندوق أول شيء نشوف شو داخله، بعدين رح نمشي للخطوة اللي بعدها. خلوكم معانا، تمام، الموضوع جدا خطير، تابعوا المقطع للنهاية. يلا تعال. هدي شو رأيك تحكي لهم شقد سعر الصندوق؟ مهند، هذا الصندوق بآخر الفيديو رح أحكي لهم سعره لأنه الناس رح تبطل تحبنا اذا عرفت سعره. طيب يلا خلينا نفتح الصندوق. يلا بسرعه تعالي. يلا. هلا يا قصي وصلنا لمرحله فتح الصندوق اللي من الانترنت المرعب، انت جاهز؟ ايه كثير جاهز. جاهزين يا متابعينا كلكم؟ هلا قولوا بسم الله الرحمن الرحيم لان الموضوع كثير مرعب وخطير يا اصدقائي. هلا بدنا نفتحه، الموضوع كثير حماسي، انا جدا في اصوات، في شيء في داخله موجود شيء يا قصي. يلا يا عودي. يلا جاهزين؟ جاهزين. 1 2. قصي يا الله، شوفي بسم الله مغنات، بسم الله اللي موجود داخله كتير مرعب. طب عدي خلينا نشوف نحن. الدنيا رمضان يا متابعينا، شلون حطونا في قلبه هيك شيء؟ طب يلا فرجينا شوفي بقلب الصندوق. بسم الله، هذا قناع الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن بتعرف شو لازم نسوي؟ شو لازم ندفنه؟ هلا امامكم، تابعوا المقطع للنهايه لنشوف شو بده يصير معنا. بعدها بدنا نخيم ونشغل نار وننتظر السحور، بدنا نتسحر في الخارج. يلا يا مهند خلينا نبلش. يلا يا قصي، بدنا نعمل الحركه السحريه مشان تجيني اداه واحفر فيها القبر لهذا القناع المرعب. 1 2 3. يلا. هي يا قصي، هلا والله الاداه كثير مرعبه. جاهزين يا متابعينا؟ يلا. يلا بدنا نحفر، بدنا نغمق عشان ما يطلع، تمام؟ لنشوف اذا عملنا هيك شو بده يصير بالضبط. يعني علي انت مصر انك تدفن القناع؟ اي انا مصر. قصي شيل بايدك التراب. يلا يلا بعده. أيوة. يلا يلا ساعدوا بعض. يلا يلا بدنا نحفر قناع الشيطان لانه الدنيا رمضان كثير حار. رح ندفنه. اي رح ندفنه. يلا يلا قصي، هيك صار منيح؟ اي هيك تمام. اي صار منيح تمام هيك. هلا حط القناع. يلا حط القناع. هلا يلا يا عدي. هلا بدنا ندفن قناع الشيطان امامكم يا متابعينا لنقضي عليه. يلا. اوه اختفى تماما يا عدي. تمام، وخلي هذا الصندوق فوقه هيك. ايه عشان ما نضيعه. ايوه عشان خلص انه قضينا عليه نهائيا، تمام يا متابعينا. وهلا صار مرحله التخييم يا قصي في الغابه المهجوره. جاهزين؟ يلا. يلا هلا يا متابعينا انا وقصي بدنا نخيم في هذا المكان المهجور. تعال يا قصي تعال. يلا عدي. يلا شو محضر للتخييم يا عدي؟ روح مكانك، تعال بروكو قصي، بروك هذا. ايوه هلا بدنا نشغل نار اول شيء، بدنا ننتظر لبعد منتصف الليل. هلا منتصف الليل بدنا ننتظر لبعده مشان نروح ونتفقد قناع الشيطان. لازم ننتبه بحيث انه ما يظهر لانه الدنيا رمضان، الشيطان مو كويس ابدا يا متابعينا. فيكم سموا بسم الله الرحمن الرحيم. هلا لازم نشغل نار مشان اشو؟ مشان ما نخاف ومشان نبعد عنا الحيوانات المتوحشه. طيب يلا يا عودي. هلا يا متابعينا انا وقصي عم نتدفى ونحن شغلنا نارنا كهنه هون عم نتدفى فيها يا متابعين. عيوننا عم بيحرقونا كثير ونحن ما لنا خايفين من شيء ابدا. بدنا ننتظر لبعد منتصف الليل يا قصي مشان نروح للقبر اللي حفرناه لهذا الشيطان المرعب، تمام؟ والغابه جدا مرعبه وعم نسمع اصوات جدا مرعبه وخطيره، ولكن قصي معي وانا موجود هون وراح نستنى لحتى يصير بعد منتصف الليل ونروح للقبر اللي حفرناه لقناع الشيطان، لانه الدنيا رمضان وهي النار شغاله، تمام يا متابعينا؟ ما لنا خايفين نحن من شيء ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم، في اصوات غريبه كثير عم تطلع، يا متابعينا حدا سمعان منكم شيء؟ في اصوات مرعبه كثير يا اخي.
شو هلا عم بيصير قصي؟ ما بعرف والله. طبعا هي نارنا الشغاله هون يا متابعينا، ونحن عم نسمع صوت كتير غريب. حدا منكم يا متابعينا شايف شيء؟ الاجواء كتير مرعبه والله. في اصوات يا قصي، طلع الغابه مرعبه. حدا منكم شايف شيء يا متابعينا؟ نحن منا شايفين شيء، عم نسمع بس اصوات كتير مرعبه. بسم الله الرحمن الرحيم. حدا منكم يا متابعينا شايف شيء؟ نحن كتير خايفين وعم نسمع اصوات كتير مرعبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا يا متابعينا انا وقصي صار وقت انه نقوم ونروح نستكشف القناع هذاك شو صار فيه. تمام إيه. امشي يا قصي، تعال تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع كتير مرعب وخطير، والغابه كتير مهجوره وكتير مرعبه. قصي شوي شوي انتبه. تمام بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا تعال تعال يا قصي تعال. بسم الله قصي شوف 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 شو موجود هنيك. طلعوا شو صار بالقناع. بسم الله الرحمن الرحيم. صور هنيك. بسم الله. شو هالشكل يا عدي؟ والله ما بعرف يا مهند، الموضوع كتير خطير ومرعب. يا الله الرحمن الرحيم. طلع عدي محل القناع، شوف شو طلع. لك مهند طلع مثل الزرعة، مثل النبات محفرنا تحته. طلع هيك الموضوع كتير خطير. قصي شو بدنا نسوي؟ ما بعرف، انا كثير خايف عليك. لا تخاف لا تخاف يا قصي، الموضوع عن شو بكون؟ قصي تتهور. لا لا قصي يا قصي لا تتهور. قصي شو بده يسوي؟ لا يا قصي عدي لا، بدي اروح انقذ اخي قصي. هلا يلا 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 انقذه. انقذ انقذ قصي، انقذ قصي من هالشرير. تعال يلا يلا عدي انا وراك. طلع طلع. بسم الله شو صار له قصي؟ يا متابعينا شو صار له؟ بسم الله عدي صار يتحرك. عدي تعال نروح لهون. تعالوا تعالوا ادخلوا. ايه من هالطرف واقف. ايه يا عدي تخبى تخبى هون تخبى هون. بسم الله يا الله. بسم الله الموضوع كثير خطير يا متابعينا. قصي انت منيح؟ قصي ليش لمسته؟ انت ليش دقرت مي سمح لك تدقره؟ ما بعرف يا عاصفي، ما بعرف ايش صار. سيطر عليه بتحس انت منيح؟ هلا بسم الله شوفوا شوفوا. بسم الله الوحش الشيطاني هون. يا الله يا عودي شو بدنا نسوي؟ ما بعرف، انا بقترح انه لازم صار نهرب من المكان. نهرب من الغابه الشريره. تمام تعال نهرب يا قصي. جاهز؟ ايه يلا. يلا قول بسم الله. قول يا متابعينا بسم الله. يلا واحد يلا 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 عودي. يلا يلا اطلعوا شوي شوي وبهدوء. يلا انا وراكم. بسم الله يلا عودي قبل ما يشوفنا ظهره. يلا يلا امشي امشي بالغابه. ادخلوا ادخلوا من هالنفق. تعال تعال من هون يا قصي. تعال يا قصي الحقوا عودي الحقوا عودي. بسم الله. تعالوا اختفى ما بقى موجود هون يا متابعينا. ما حدا موجود هون. منيح موقعنا كثير كويس. موقعنا عدي اجى على المخيم. اجى على المخيم. اجى على المخيم. شو عم بيساوي بالمخيم هذا؟ فرجيني. بسم الله عم يدمر النار. يا الله يا عدي انا عم شوفه. بسم الله يا عدي شو بدنا نسوي هلا؟ يدمر النار يدمر النار. بسم الله يدمر النار. شو هي؟ بسم الله عدي طلع شو هي؟ ما بعرف شو في هون. بسم الله عدي ايد يا يد كان عودي بين الغابة. بسم الله هرب 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 هرب